120 مليار دينار جزائري هي قيمة الإعانة المالية التي خصصت للتكفل بملفية مدرس بولاية بومرداس وإعادة تهيئة 405 مؤسسة تعليمية لطور الابتدائي، والتي مست كمرحلة أولى 87 ابتدائية. شهر ديسمبر أين تلقينا إعانة مالية تقدر ب 120 مليار سنتيم. تم توزيع إعانات مالية على رؤساء البلديات للقيام بتهيئة المدارس الابتدائية التي تم إعداد البطاقة التقنية فيها، أين مست العملية لحد الآن 87 مدرسة ابتدائية بالنسبة للشطر الأول، وهناك شطر ثاني إن شاء الله في الأسابيع القادمة سنقوم بتوزيعه. وللولاية، وخلال خرجة معاينة قادتها إلى مختلف مدارس الولاية، شددت على أهمية تسريع وتيرة إنجاز وتهيئة المدارس، من بينها مدرسة عبان رمضان. تخص أشغال التدفئة، حيث إن شاء الله سيكون تدفئة مركزية، كذلك إعادة تهيئة المدرسة، إنجاز مطاعم مدرسية، إنجاز ساحة اللعب. رؤساء والمجالس الشعبيات البلدية والأسرة التربوية عبروا عن ارتياحهم لهذه المرافقة التي ستساهم في تحسين وبالدرجة الأولى ظروف التمدرس. عطاتنا لا كونتين سكولير، مطعم مدرسي، وكذا فوق المطعم نديروا ثلاث مكاتب للمدير والإدارة، وزدنا طاقة شمسية. يعني المبلغ يتقارب 2 مليار دينار. احنا نطمحوا دائما للأحسن، ماذا بينا دائما نحققوا كما يقولوا من اجل ضمان ظروف تمدرس حسن للتلاميذ. يا سوق حاجه مليحه لينا وللاطفال هذوما، حتى تكون الراحه من الكوتي تاع الاساتذه وحتى من الكوتي تاع لي زيلاف. التكفل الخاص بالتمدرس من بين الاولويات التي شدد عليها رئيس الجمهوريه، حرصا منه على تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ والاساتذه.